أنا في تقييمي مع بين الوسط بنك الوسط التجاري ديال جهة الرباط الأنطرة لا اليوم قناة اتفاقية صراحة اتفاقية مهمة وحنا كعوفة كنتظروا مدة طويلة هذه والرئيس صاحب الجلالة اللي هو بدا هذا المشروع هذا اللي صراحة الشباب المغربي والمقاول المغاربة لاحقين على الدعم باش يمكن يقلعوا نتوقع الافكار. احنا بلادنا ما نقسمش الافكار لا رجال الاعمال ولا الشباب ديالنا ولا اللي نقص هو التمويل. اليوم جا التمويل هذا ان شاء الله اللي غادي نشتغلوا حنا كمهنيين مع البنكه باش يمكننا ننجحوا هنا. اي حاجه غادي تنجح خصهم باين المهنه يكونوا شركاء. اليوم شركاء باين المهنه وان شاء الله غادي نحاولوا ننجحوا هذا المشروع اللي مهم بزاف جهتنا. سي محمد جهة الرباط عندها علاقة بزاف مع بزاف الأسامي الإفريقية، كنعاونو الشباب ديالنا وغادي ندعموهم ونكونوهم على أساس يمشيو ونسلفوهم. كاين غادي كاين السلف كاين مشاريع تكون كاين السلف وكاين تكون اللي إن شاء الله غادي يكون بشرى للمنطقة ديالنا للشباب ديالنا إن شاء الله. فهاد العام 21 و 22 كتعرف 21 كتعرف هاد الجائحة هي أثرت على الجميع أثرت على أي واحد فينا أثرت على العالم كله، ولكن المغرب إن شاء الله سباق باش نحاولوا نحركوا الاقتصاد ديالنا باش نزيدوا لقدام. وشكرا. سي سعد نوحود إلى بلونتي لو ديكور دونك عطى فكرة عامة على شنو كنديروا مع لو مارشي ديال لا تي بي أو و لا بي إم. وانا غنحاول نكمل ثلاثه ولا اربعه ديال الدقائق شنو قال السي سعد. الريزو ديال الرباط وصلا وقنيطره فيه 90 وكاله. في هاد 90 وكاله عندنا وكالات اللي مختصه في التمويل ديال الشركات الصغرى اش كنسميو تي بي او. دونك عندنا نوتامون دار المقاول في الرباط هنا في المدينه. هذا الشيء اللي قلتو كله خديناه وفهمناه وسمعناه ودخل لينا للراس، ولكن بغينا نوصل لكم واحد الفكره ديالنا. حنا عندنا مشاكل ملي كتمشي باش تطلب واحد القرض تيقول لك كيعطيو للتجار. اذا كيتشكاو بزاف ديال التجار بهذه الناحيه هذه وكيقولوا ماشي معقول دابا حنا عندنا بغينا نخدموا بغينا نشريو الماتيريال بغينا نشريو كاميوات بغينا نشريو طوموبيلات وبلوكيا ديجا الجائحه بلوكات لهم الخدمه ديالهم ما خدامين شي. ملي بغاو يغولونسيو ويعاود يخدموا حتى البنكه ما وقفاتش يعني معاهم يعني 100% باش تعاونهم شي شويه. داك الشيء سي فري اوكسيجين دوزناه بزاف الناس استفدوا من الاوكسيجين وغولونس وداك الشيء مزيان كان صراحه مزيان، ولكن الانطلاقه والاستثمارات وداك الشيء مازال ما عطاش شي بزاف. ما قدرناش يعني نحصلوا على داك الشيء اللي كنا بغينا. يعني السيو تقريبا واحد دفعنا واحد 60 دوسي يعني تقريبا يلا استبدنا واحد 10 ولا 12 دوسي اللي استبدنا منهم وخرين مازال اونكور. هذا هو الحاجه اللي كنلاحظوا شويه على هذا القروض ديال البنكي. دو فيليير ديال كوميرس ماركتينغ وكونتابيتي جيستيون. انا كنهضر في دون لو كادر ديال الكونسي دو جيستيون بيداغوجيك مع لي فورماتور اللي كيقراو الوليدات عندنا. اليوم المبين التجاري وفا بنك والغرفة ديال الصناعة والتجارة والخدمات في الرباط الهدف ديالها الأول هو أنها توضع إطار ديال التعاون من أجل إن شاء الله انطلاق المشاريع ديال المقاولين الشباب بالخصوص والمقاولات الصغيرة بالخصوص اللي محتاجة للدعم لا ديال الأبناك ولا ديال غرفة الصناعة والتجارة اللي عندنا الحمد لله واحد التكامل بيناتنا. لان البنك بحكم الخبره اللي عندنا في المجال ديال القروض المجال ديال المواكبه بالخصوص اللي محتاجين لها المقاولات الصغرى والشباب والمعرفه الكبيره اللي طورتها غرف التجاره والصناعه وعلى راسها غرفه التجاره والصناعه في الرباط اللي عندها معرفه كبيره بالميدان يعني بالحرف بالمهن بالخصوصيات ديال كل مجال
هذا التكامل غادي يكون في صالح هذا الشباب، في صالح هذه المقاولات الصغرى اللي هي من بين المحركات الاساسيه ديال خلق الثروه في البلاد وديال خلق مناصب الشغل. ما ننساوش ان تقريبا 90% من المجال الاقتصادي ديال المغرب كتشكلوا هذه المقاولات الصغرى والمتوسطة، وفرص الشغل بالخصوص كتجي من هذه المقاولات الصغرى والمتوسطة. دونك العصارة ان شاء الله هي انه غادي نديروا اليد في اليد وغادي نطلقوا انطلاقة جديدة، خصوصا مع الخطاب الملكي ديال اكتوبر 2019 اللي عطاته دفعة قوية لهذا الموضوع. وان شاء الله الشباب غادي كلهم يعتمدوا على العرض اللي غادي يديروا تجاري وفا بنك وغرفة الصناعة والتجارة ديال الرباط ان شاء الله. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.